بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. النهاردة بنتكلم على الاسيبتيك تكنيك أو أنواع خطوات التعقيم، وبنتكلم على تجارب متتالية أو التجربة بنتكلم عليها اللي هي ترانسفير بكتيريا فروم ليكويد كالتشر تو السوليد كالتشر ان بيتري ديش. يبقى بننقل البكتيريا من وسط سائل إلى مزرعة صلبة في الأطباق بيتري. بنشوف الفيديو اللي عليه الدور ده، بيعرفنا على الأدوات اللي هتعامل معاها، من أول لهب بنسن أو بانزن، بتتنطق بالعربي بينطقوها كده أو كده. المهم اللهب اللي احنا هنعقم عليه وهنستخدمه، طبعا دي أداة الإشعال، أدي المزرعة السائلة الأساسية بتاعتنا، أدي أطباق بيتري اللي موجودة معانا، وأدي الأنابيب اللي احنا هنستخدمها. وأهم شيء بقى بنتعامل بيه اللي هم الإبرتين دول، اللي هم الإبر بتاعة التلقيح أو بتاعة نقل الزراعة إلى آخره، اللي هي واحدة فيهم بتكون زي ما احنا هنشوف كده، بتكون واحدة فيهم مستقيمة، والتانية بتكون في نهايتها في حلقة، وهنعرف ليه حالا دلوقتي اثناء ما بنشتغل. الاتنين دول اهم شيء ان لازم يكونوا في تعقيم تام زيها زي باقي الادوات. يبقى دي الادوات اللي هنتعامل معاها النهاردة، واهم ادتين الاتنين دول، وهنشوف كيفية تعقيمهم. طبعا واحدة فيهم بتكون مستقيمة بالشكل ده، والتانية بتكون نهايتها فيها حلقة. طبعا اللهب بتاعنا اهم شيء فيه لازم بيكون لهب مثالي، زي ما الفيديو اللي احنا شرحنا فيه التعامل مع بانسن بيرنر، فبنلاقي المنطقة اللي أعلى في درجة الحرارة هي أعلى منطقة في الكون أو المخروط، أعلى منطقة في درجة الحرارة هي نهاية أو طرف المخروط ده، وبالتالي هي دي المنطقة اللي احنا بنتم التعقيم بيها في أي شيء بنتعامل معاه. نشوف مع بعض إزاي هنتعامل مع الإبرة وإزاي هنعقمها ونركز قوي. طبعا بننتبه ان احنا لازم الابره هتعقم الجزء السلكي او الجزء المعدن اللي هو في الطرف. هنبدا هنشوف دلوقتي مع بعض اهو، بنبدا اهو بنحط في المنطقه اللي هنا، ونبدا نحرك الابره بميل زي ما احنا شايفين لغايه لما توصل لغايه النهايه هنا مره، وبنسحبها المره الثانيه. بعد ما بيكون تم تعقيم الابره ما ينفعش نحطها في اي مكان نهائي خلاص، يبقى احنا كده لازم هنبدا التعقيم. الابره دي ما تتحطش على البنش خالص، ما تلمسش اي شيء. زي ما اتفقنا التجربه دي هتبقى عمليه نقل بكتيريا من الوسط السائل هنا، وهنشوف انها بتتنقل على طبق بيتري ديش، هنشوف بنتعامل معاها ازاي. نبدا الخطوه بتاعتنا اهو. اول خطوه لازم ننتبه ليها يا جماعه الخير الخطوه دي، اللي هي ايه؟ هنشوف مع بعض هنا ازاي بنمسك الغطاء وازاي بنمسك الابره. الابره لو احنا انتبهنا ما بين الصبعين دول اللي هو السبابه والوسطى بالشكل ده كده، ادي الابره بالشكل ده بتتمسك ما بين الصبعين دول، وبيكون الجزء النهائي بتاعها مرتاح على راحه الايد ما بين ايه، عند الابهام كده، وراحه الايد اللي هي هنا بيكون في المنطقه دي. ليه؟ ده افضل وضع بيكون الابره متحكمين فيها تماما. يبقى الوضع بتاع الابره ده الجزء اللي هننتبه عليه الاولاني. الجزء الثاني شوفوا احنا هنفك الغطاء ازاي ما بين الابهام، خلاص وهنشوف ازاي بتفك الغطاء وازاي هنعقم. بعد ما بنفك الغطاء بالشكل ده هنحتفظ بالغطاء فين؟ ها ايوه شفتوا اتشال ازاي؟ وبعدين بنبتدي نمرر الفلاسك على اللهب، بنعقمها، وبعدين بنحط الابره، بناخد عينه البكتيريا اللي احنا عايزينها، وبنرجع نعقم مره ثانيه. بعد كده بنقفل الغطاء، ويبقى كده انتهينا من الابره دي. هنا بقى هنبتدي عمليه الايه، النقل. يبقى احنا خدنا عقمنا، وبعدين خدنا العينه هنحطها في طبق بيتري. هنلاحظ ان الغطاء بتاعه ده ما يبعدش عنه مسافه صغيره جدا، وبيكون فوقيه دايما. ليه؟ عشان ما فيش اي حاجه تنزل او تلوث الطبق بتاع الطبق بيتري اللي احنا او الايجار اللي احنا هنزرع عليه. يدوبك مكان ندخل منه الابره زي ما احنا شايفين كده اهي. وبنحرك بالمره للابره رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي على السطح فقط، ما بنجرحش الايجر. وبعدين بنغطي ونلف ربع لفه ونرجع نفرد مره ثانيه. ليه الحركه دي؟ عشان نضمن ان عينه البكتيريا اللي احنا خدناها اتفردت على سطح الطبق كله بالكامل، وبالتالي بتبقى متوزعه توزيع كامل، ويبقى النمو اللي هيحصل بعد كده النمو البكتيري والمستعمرات متوزعه في الطبق كله بالكامل بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. بنتحرك وبعدين نغطي ونلف ربع لفه، وبعدين نفتح والغطا ما بيبعدش عن الطبق خالص، يا دوب على مكان الابره. وبعدين نحرك ونلف مره ثانيه وهكذا. بنكرر الحكايه دي لغايه لما بنضمن ان احنا لفينا الطبق لفه كامله تقريبا وكده. دي اهم خطوه بقى، عشان في ناس ممكن تنسى بعد ما تعمل ده، يقول خلاص انا كده عملت المزرعه بتاعتي. لا، لان الابره اللي احنا زرعنا بيها وقاعدين بنفرد بيها ما زال فيها بكتيريا، فلا بد انها يتم تعقيمها مره ثانيه زي ما بدانا بتعقيمها في بدايه التجربه. عشان كده يبقى كل شيء عندنا معقم، وما بقاش فيه اي نوع من انواع التلوث موجوده عندنا.
هنا بيكون خلصنا التجربة الأولانية، وإلى أن نلتقي في فيديو قادم بمشيئة الله، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.